الإعلام العربي في زمن التغيير كان موضوع اللقاء الذي نظمه بيت الصحافة بمناسبة تخليد الذكرى السنوية الأولى لتشييده. اللقاء عرف حضورا وازنا لعدد من الصحفيين والمسؤولين في القطاع الإعلامي، كما كان مناسبة للوقوف عند أهم الإنجازات والفعاليات التي احتضنها هذا البيت منذ انطلاقته. بيت الصحافة وهو يتعقب جوهر الأفكار اللائقة بنا اليوم في ما عشناه على مستوى الأعطاب السياسية والاجتماعية يرسم الكثير من الأسئلة للمرحلة القادمة، وطرح موضوع الإعلام العربي في زمن التغيير هو إجابة صريحة على الارتدادات الأليمة والمريعة جدا في الوطن العربي بعد تجاوزه للمصطلح عليه بالربيع العربي. اليوم الحقل الإعلامي التحقت به أفواج وأجيال جديدة من الممارسين لا تنتمي بالضرورة إلى الحقل الحزبي والسياسي، وهذا أمر يجب أن يرحب به، لأن البنية الثقافية المغربية تستوعب هذا الانفتاح على جهات أخرى، وهذا من الاستثناءات العربية، لأن كثير من الجهات لم تكن تتوقع بأن المغرب باستطاعته أن يقدم نموذجا ناجحا، ونحن قدمنا نموذجا ناجحا لم نصل مستوى الكمال. تم تسليط الضوء من طرف المتدخلين على التغييرات التي عرفها القطاع الإعلامي العربي والتحديات التي يواجهها ودوره فيما يسمى بالربيع العربي. لا أريد